أعلنت الحكومة اليمنية حالة الطوارئ بالقطاع الصحي في محافظات أبين وعدن ولحج والضالع وشبوة، وتفعيل الترصد للوباء والإبلاغ السريع عنه لاحتوائه. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف أن عدد حالات الكوليرا التي تم تسجيلها في اليمن ارتفعت إلى 200,000 حالة. في هذه الأيام ازدادت عدد الحالات، كان القسم يستقبل ما يقارب 150 170 200، الآن القسم في قبل يومين استقبل في اليوم قبل يوم من اليوم من الآن استقبل 304 حالة، أمس 264، واليوم تقريبا تجاوزت 250 حالة. الحالات بازدياد مستمر، ومعظم الحالات يعني هناك تقدر تقول أن نسبة 30-40% من الحالات تصل في الحالات السيفير، يعني في جروب سي الحالات السيفير اللي هي تحتاج يعني مباشرة أور ريهيدريشن. نحن نتعامل مع الحالات على أساس توزيعها إلى جروب A B C. جروب A وهو معظم الحالات اللي يجي المريض مستقر وما فيش عنده أي طرش، نعطي له على طول أور ريهيدريشن سالت، هذا اللي هو المحلول الإرواء المعروف. أما في حالة المدريت والسيفير، المدريت إذا كان ما فيش طرش برضو نتعامل معهم على أور ريهيدريشن سالت، وإذا كان فيه ممكن نبدأ بدريب مشان نوقف على الطرش ونبدأ بالأورال. أما في حالة السيفير كيس نحن نعتمد له 100 ملي لكل كيلوغرام، نقسم ال 100 ملي 30 ملي في وضوء نصف ساعة، و70 ملي يمشي في 4 ساعات للبالغين و5 إلى 6 ساعات للأطفال. وأشار أطباء يمنيون إلى النقص في الكوادر الطبية، بالإضافة إلى النقص في دعم المنظمات للمستشفيات وعدم توفير الخدمات والمستلزمات الطبية، وخصوصا في عدد الأسرة. ولكن هناك يعني نقص في الكادر الطبي ونقص في دعم المنظمات، هناك نقص كبير جدا، يعني القسم اللي حتى اليوم لم يعتمد على أساس 100 سرير، بالرغم أنه هناك أقسام أخرى يعتمد على أساس 40 سرير 50 سرير وهم يستقبلوا أقل. القسم يعدوا أنه قالوا أنه يعتمد على أساس 100 سرير، حتى 100 سرير تعتبر قليل، القسم يستقبل 250 حالة 300 حالة يوميا. الكادر الطبي تقريبا يشتغل في القسم ما يقارب 30 طبيب أو 28 طبيب. الممرضين كادر كبير مش على العدد حقهم مش معروف، نتناوب باستمرار، لكن يعني الدعم والإمكانيات قليلة لدى القسم ومحدودة جدا، بالرغم من الإمكانيات اللي يقدم القسم مقارنة بالأشياء يعني حجم ضئيل جدا. والحالة في هذا اليوم انتشرت بشكل كبير جدا، وكأن الوضع إن لم يتم يعني تلافي الوضع يوم بكارثة حقيقية يعني. ويعد مرض الكوليرا من الأمراض المعدية والخطيرة التي يسهل انتقالها بين الناس، حيث ينتقل عبر بعض الأطعمة المكشوفة والماء الملوث، ويتسبب بأعراض مختلفة منها الإسهال والغثيان والقيء. طبعا مرض معدي وينتقل عبر الأكل المكشوف والماء الملوث، ويسبب أعراضه يعني إسهال وطرش وضرب بالجسم، وإذا ما تنقض على المريض مباشرة إلى المستشفى أو أي يعني مستوصف قريب إلى منزلك قد يسبب يعني للمريض الوفاة. وهذا المرض طبعا مرض معدي وخطير جدا، نحن إن شاء الله نحاول نحن نتجنب هذا المرض بقدر استطاعتنا، وإن شاء الله يعني نتجنب هذا المرض بشكل عام، لأنه منشور الآن حاليا باليمن بشكل فظيع، يعني خصوصيا يعني بمدينة عدن. ويشار إلى أن حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا وصل في اليمن إلى 1310 حالات، كما أعلنتها منظمة الصحة العالمية.